زي ما كان محمد ناجي جده هو وش السعادة على منتخب مصر في كأس الأمم في 2010، وزي ما كان زين الدين زيدان هو وش السعادة على ريال مدريد في الثلاث بطولات دوري أبطال، أنا جاي أقول لك يا معلم إن أنا هبقى وش السعادة عليك. طبعاً ده مش وش سعادة خالص، لكن اللي عايز أقوله لك إن بنك سايب هيبقى هو وش السعادة عليك، لأنه في الموسم ده هيبقى عامل تغطية لكل الأحداث الكروية اللي موجودة في مصر. هيكون فيه استوديوهات تحليلية مع أحمد عز الدين، وهيكون فيه لقاءات حصرية مع كل النجوم اللي ممكن يجوا على بالك. طب كل الكلام ده جميل، إيه علاقة ده بقى بإن أنت وش سعادة حضرتك؟ يعني علاقته ان كل حلقة هيكون فيها جوائز وهيكون فيها عروض. ايوة، جوائز وعروض، مش مجرد جايزة واحدة او عرض واحد. واوعدك ان كل جوائزنا وكل عروضنا هتعجبك جدا جدا جدا. فانت بقى معلم كل ما تشوفني اعرف ان وش السعد جالك واستنانا في برنامجنا الكرة مع سايب على فيلجول.com بعد نهاية كل جولة من جولات الدوري المصري، بعد كل مباريات المنتخب المصري. استنانا في برنامجنا علشان تكون من سعداء الحظ اللي هيكسبوا الجوائز مع بنك سايب، راعي الدوري المصري وراعي المنتخبات الوطنية، ودايما اللعيب لعيب مع بنك سايب. نشوفكم بإذن الله بعد نهاية الدور الأول من كأس العرب.